المزيد من الإثارة مع بداية أول الموسم وأول أيام تمهيد المرموم وأسبوعنا الأول من خلال المنافسة في أرضية هذا الميدان. الشوط الثالث يعلن الانطلاق لمسافة 4 كيلومترات أيضا في هذه اللحظات، شوط خاص بالأفكار في منافسة الشعارات القادمة كما ذكرنا بقوة إلى التنافس وإلى الإبداع والإمتاع للمتابعين والعشاق والقادمين للتحدي على أرضية هذا الميدان. إلى المقدمة مباشرة وإلى أول التحديات، هنا تبدأ ثمينة على المركز الأول سالم بن محمد بالشرجي الإعفاري في المقدمة. إلى المركز الثاني وتواجد سليل صالح محمد بن سالمين العامري. أما المركز الثالث فهي الضبي مايد بن ثاني بن بليجة الفلاسي. ما شاء الله الشعارات اللي بدأت الآن تظهر في هذه اللحظات. إلى المركز الرابع وهنا لضا في المركز الرابع عبد الله بن بطي بن محمد بن راشد الغفلي في هذه الانطلاقة. يا سلام قادم أيضا التحدي والإثارة. هنا المركز الخامس أعود إلى غزلان علي بن سلطان بن علي المعاضيد، أداء قوي في بداية المنافسة في أول الموسم. هناك على المركز السادس نعود إلى جوهرة محمد بن يوسف بن غانم أهلي على المركز السادس، بينما في المركز السابع إلى نجلة في المركز السابع خالد بن حمد بن راشد النعيمي، وفي المركز الثامن من هناك سريع عيسى بن راشد بن محمد المطيوعي المنصوري. نشوف المركز التاسع وعودة إلى محبة ناصر بن سالم بن سليمان الدوحاني، والمركز العاشر على الجانب الآخر الظفرة صبح بن سالم بن راشد بن مخيت الاشتبي. هذه المراكز ما شاء الله الأسماء متواجدة والكل ينتظر لحظات الانطلاق إلى خط النهاية في هذه اللحظة الجميلة. يا سلام المقدمة. وهناك على المركز الأول عودة إلى ثلاثية المقدمة التي تقود الصدارة. ما شاء الله نشوف بوثاني، بوثاني تقدم هي الضبي مايد بن ثاني بن بليشة الفلاسي من خلال هذه الأسماء وهذه التحديات. الله المركز الثاني بن سالمين أحد الشعارات الخطرة دائما في كل الانطلاقات، وهي سليل صالح بن محمد بن سالمين العامري على المركز الثاني. أما المركز الثالث والقادمة وصل أيضا هنا في هذه الباش مهندس يصل من خلال هذه الأسماء هي سرية من خلال هذه اللحظات وهذه التحديات، ولكن لضع عبدالله بن بطي بن محمد بن راشد الغفلي مع هذه الأسماء المميزة. المركز الرابع نعود إلى محب ناصر بن سالم بن سليمان الدوحاني، والتقدم بدأ الآن في الانطلاقة والقدوم من خلال نجلة خالد بن محمد بن راشد النعيمي. والمركز السادس ما شاء الله تغيير الأسماء وتبديل تحديات الضبي أحمد بن مخيد بن كراد السبوسي. السلام المركز السابع تظهر هي الحاكمة غصن بن سعيد بن حميد المسلمي في هذا الأداء الجميل. هناك المركز التالي نعود إلى محمد بن يوسف بن غانم أهلي من خلال أسمائه في هذه اللحظات، لكن أتابع المقدمة وتابع القادمون للظهور من ميدان الإهباب. التركيز على المقدمة الضبي هي القادمة غصن قادم في هذه اللحظة الحاكمة غصن بن سعيد بن حميد المسلمي على المركز الأول في هذه اللحظات والمقدمة. ما شاء الله المنافسة، لكن أتابع أيضا تنافس قوي تحمله الإثارة من محبة ناصر بن سالم بن سليمان الدوحاني والمسلمي في صراعنا الأول في هذه اللحظات. إلى المقدمة إلى المركز الأول تنافس ثنائي في هذه اللحظات والتركيز عالي ناصر بن سالم بن سليمان الدوحاني مع محبة في هذه الأسماء التي تعلن. هنا الاندفاع، هنا التحدي، هنا الأداء الجميل هذه اللحظات. السلطنة سلام وناصر بن سالم بن سليمان الدوحاني ما شاء الله وتبارك الله. مباشرة هناك
من السلطنة إلى المرموم في أول المشاركات، والتحديات هي محبة 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 الناموس على المركز الأول في هذا الأداء. المركز الثاني كانت الحاكمة غصن بن سعيد الحميد المسلمين، المركز الثالث الضبي مايد بن ثاني بن بليش الفلاسي، والمركز الرابع أو سليل صالح محمد بن سالمين العامري، والمركز الخامس هنا أظن شعار لضع عبد الله بن بطيف محمد بن راشد الغفلي. هذه الأسماء، هذه التحديات. ما شاء الله يا الدوحاني، ما شاء الله يا الدوحاني. التوقيت متقارب مع مع الشوط الأول، 6 دقائق ثانيتين وجزء واحد من الثانية. أيضا تهانينا والناموس محبة ناصر بن سالم بن سليمان الدوحاني. سلام في هذه اللحظات. هنا من المركز الثاني هي الضبي، في المركز الثاني مايد بن ثاني بن بليشة الفلاسي، و6 دقائق 4 ثواني وفاء وتماما وكمالا ما شاء الله وتبارك الله. أشكر بو ثاني، أداء جميل وبداية موفقة أيضا، وتحية لإحباب المركز الثالث. كانت هناك في الانطلاقة كانت هي الحاكمة غصن بن سعيد بن حميد المسلمي، وأيضا 6 دقائق 4 ثواني بالوفاء والتمام ما شاء الله وتبارك الله. أسماؤنا هنا بدأت والشعارات بدأت الآن تبدأ وتظهر تباعا في التنافس في تمهيدي المرموم، فأهلا بالجميع.